كوكيز كريسمس 200 غرام زبدة، كباية سكر بودرة، 3 كبايات طحين، عندي بيضة وحدة، نص ملعقة بايكينغ باودر، وعندي فانيلا وملح. أول شغلة بدي أعمل الزبدة مع السكر، بدي أضيف فوقهم البيضة، بدي أخفقهم كتير منيح، أضيف فوقهم كباية سكر بودرة. زدنا بيضة وفانيل، هلا عندي 3 كبايات طحين بدي ضيف بالتدريج. ريحنا العجينة نص ساعة، وهلا رقيت العجينة هون فردت، ومثل ما عم تشوفي بكوكي كاترز، عندي كوكي مان، عندي تري كريسمس تري ستارز. هلا حميت الفرن 180 درجة، بدهم تقريبا 10 دقايق.